انا جايه ابشرك يا سيدي الكل، انا خلاص مسكت اول الخيط اللي هيوصلنا لسامح. افهم افهم عليك يا عايده. انت بتتكلم يا بابا؟ انت بتتكلم يا حبيبي؟ يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا بابا. طب ليه يا بابا؟ ليه خبيت عليا انا ان انت بتتكلم ليه؟ وايه الكلام اللي اقوله للدكتور ده؟ ده كان اتفاقي معاه بعد ما عرفت اني ما اقدرش اتحرك. طب ليه خبيت عليا ده؟ اتكلم في ايه؟ ما عايز اكلم حد ولا حد يكلمني. قلت السكوت احسن دواء. ساعات يا بنتي الخرس بيبقى نعمه. بدال ما اجيب حق ولدي الكبير بقيت محتاج اللي يرعاني ويخدمني. بقيت شيلة فوق ظهر العيلة وشايلك فوق طاقتك. بعد الشر بعد الشر يا حاج ما تقولش كده، انت عمرك في حياتك ما هتبقى تقيل على حد. قدري وقدركم يا جدعان. انا لولا فرحتي باللي عملتيه كنت فضلت ساكت لحد ما ادخل تربتي. قد الشر عليك يا بابا. بس انتي طلعت بنت ابوك صح. ولسه يا حاج لسه احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، احنا في الاول. استنى لما اسماعيل ده يعرف ان انت بتتكلم. لا لا يا عايده، ما عايزش حد ياخد خبر من الموضوع ده، خليه سر بيني وبينك. ليه يا حاج؟ ليه؟ حرام عليك، خلي العيلة تفرح شوية. معلش يا بنتي معلش، نأجلوا فرحتنا هبابة. الفرحة الكبيرة يوم ناخدوا بطار الغالي. سمعين دلوقت فاكر اني ما بتكلمش، وده يخليه مطمن ان اسراره اللي عندي مدفونة بالغويط. يا بنتي مفيش ألحن من عداوة اللي كان فيهم حبيب، بتبقى مصارينك في يده. اكده أحسن صدقيني، أنا عاوزك تاخدي بالك من روحك من اللي حواليكي. سمعين طول عمره ديب ودلوق هيبقى كهدي بالمدبوح. ما تخافش علي يا حد، اللي تعامل مع العقارب ما يخافش من الديابة. ربك الحافظ يا بنتي. نعم بالله. احنا ما هنتكلموش غير بعيد عن العينين والودان لحد ما يكون الأوان. اتفقنا؟ اتفقنا يا حاج. اشترك في باقات واتش الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.